بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالاجتماع على الخير، تمسك بالدين والألفة فيما بينهم والمحبة الأخوية، ليكونوا أمة واحدة، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولهذا الله جل وعلا شرع وأوجب علينا الاجتماع للعبادات، الصلوات الخمس اليوم والليلة، صلاة الجماعة خلف إمام واحد، وكذلك الجمعة الأسبوع يجتمع أكبر عدد ممكن من أهل البلد خلف إمام واحد يصلون صلاة الجمعة، وكذلك في صلاة العيد، العيدين في كل سنة، صلاة العيدين يخرج الناس من البلد إلى صحراء قريبة يجتمعون ويصلون صلاة العيدين خلف إمام واحد. ثم الاجتماع الأكبر للمسلمين في كل سنة، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. كل هذا من أجل أن يجتمع المسلمون على عبادة ربهم، وأن تتوحد كلمتهم، ويهابهم عدوهم، لأن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل الجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. فالله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على دينه وعلى عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أناس متفرقين في عباداتهم ومتفرقين في جماعاتهم القبلية، كل قبيلة تخضع لرئيسها ولا تخضع للقبيلة الأخرى، بينهم التناحر القتال واللهب والسلب، كانوا متفرقين في معبوداتهم، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد القبور والأضرحة والأموات، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد آلهة متفرقة. ولهذا قال جل وعلا على لسان نبيه يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكانوا متفرقين متناحرين، كانوا عالة فقراء يعيشون على الدول الأخرى كفارس والروم، ليس لهم كيان ولا دولة. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة الأصنام، ترك عبادة غير الله أيًا كان، واستجاب له من أراد الله لهم السعادة، تكونت أمة محمدية، وإن كانت في أول أمرها قليلة لكنها مباركة، فنمت وتوسعت حتى سادت المشارق والمغارب، ودخل تحت حكمها فارس والروم، ونصرهم الله على من لم يقبل هذا الدين، نصرهم الله عليه بالدعوة والجهاد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما تكونت واجتمعت وصارت كالبنيان كالجسد الواحد إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع ما أنزل إليه من الكتاب والسنة. فلا يجمع الناس إلا ما أنزل الله على محمد من الكتاب والسنة، أما إذا تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بآرائهم وأهوائهم حصلت الفرقة والاختلاف.
تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا من ترك الكتاب والسنة والتمس الهدى من غيرهما أضله الله واتبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قد تسأل أتقول: ألم يحصل اختلاف بين المسلمين؟ ألم يحصل اختلاف بين الفقهاء والعلماء في المسائل التي تعرض لهم؟ ألم يكن لكل واحد منهم رأي واجتهاد؟ نقول: بلى، يحصل الاختلاف، وهذه طبيعة البشر، لأن المواهب تختلف والمدارك تختلف فيحصل اختلاف، ولكن هذا الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تبين معه الحق وجب الأخذ به وترك ما عداه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيحسم الاختلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة أنه على الحق أخذ به، ومن أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور، ولكن فخطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، ولكن لا يؤخذ بخطئه بل يؤخذ بالصواب. هذا شأن العلماء وهذا شأن الأمة من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسمون خلافهم بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد. هكذا، هذا هو الذي يجمع المسلمين، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال كل يبقى على رأيه، الناس أحرار في آرائهم ولا تصادر الآراء، ولستم أوصي على الناس، كل له رأيه، فهذا هو الهلاك، وهذا هو الدمار، وهذا هو ما يريده الشيطان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يريده شياطين الإنس والجن، وهو خلاف قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال: إن تنازعتم في شيء فكل له رأيه واجتهاده وكل يبقى على رأيه، لا، وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا مقتضى الإيمان، الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فدل على أن من لا يرد خلافه إلى كتاب الله وسنة رسوله أنه ليس من أهل الإيمان، وإنما هو من أهل الأهواء. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون
أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فما هو إلا الحق أو اتباع الهوى. والحق واضح ولله الحمد وجلي، يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الشأن، هم الذين يعرفون الخطأ من الصواب في الأقوال. ولهذا قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا هو المنهج السليم. والله سبحانه وتعالى عاب على أهل الكتاب عليهم تفرقهم واختلافهم وعندهم كتاب الله التوراة والإنجيل، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ما تفرقوا عن جهل وإنما تفرقوا عن عناد وتعصب، فلذلك هلكوا والعياذ بالله ومقتهم الله عز وجل. وذكر لنا ما هم عليه لنحذر هذا المنهج المنحرف الضال الذي يقول كل له رأيه ولا تصادر الآراء أو تقصى أو تعمل وصاية على الناس. نعم، الله أوصى سبحانه وتعالى باتباع الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تعصب للآراء، لا تعصب للأجداد، ما دام اتضح الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فهذا هو المنهج السليم، وهذا هو الذي يضمن اجتماع المسلمين وتوحد المسلمين. وأما اتباع الآراء والتعصب للأقوال أو للأشخاص فهذا هو الذي يفرق المسلمين ويضيع المسلمين. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فيجب أن يعلم هذا وأن يعرف هذا. وهذا هو الذي ولله الحمد يدرس في المساجد ويدرس في المدارس ويدرس في حلق العلم، هو الذي يدرس ويبين للناس. ونحن نقرأ في آخر سورة الفاتحة الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم والعمل، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما من عداهم فهم إما مغضوب عليهم وهم من عندهم علم وليس عندهم عمل، لا يعملون بالعلم، مثل اليهود ومن سار معهم من كل عالم لا يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليه. أو الذين أخذوا العمل بدون علم وهم النصارى ومن سار على منهجهم من
الخرافيين والمبتدعة وأهل الضلال الذين يعبدون الله على جهل وضلال ولا يأخذون بالكتاب والسنة. فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة في جميع الشؤون وجميع الأحوال، في الاعتقاد، في العمل، في المعاملات، في كل شيء. هذا هو سبيل النجاة، وهذا هو ضمانة اجتماع الكلمة وقوة المسلمين. ونعلم أن هناك دعاةً الآن ضد هذا المنهج الصحيح، يدعون إلى التفرقة وإلى تعصبات وإلى بقاء كل على ما هو عليه. فهذا هو سبيل الهلاك. فعلينا أن نتنبه لذلك وننبه الناس، لا سيما الشباب، أن ننبههم لهذا الأمر ونبين لهم طريق النجاة من طريق الهلاك. هذا أمر لا بد منه، يجب أن يعرف ويجب أن يعمل به ويجب أن يتواصى به ويجب أن نسير عليه ويجب أن نحذر من دعاة الضلال الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والهداية إلى الحق والعمل به. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ. أسئلة كثيرة صدرت بأن يشهد الله عز وجل على محبتكم فيه. يقول الأخ السائل: أعداء الإسلام وحدوا كلمتهم ضد المسلمين، فكانوا كما وصفهم الله تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، والمسلمون قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فالخلاف على أشده، عصفت الأهواء بكثير من الشباب، فما هي الأسباب في نظركم وما العلاج؟ نعم، هذا أمر واقع. الكفار يجتمعون على مصالحهم الدنيوية، وإن تفرقت قلوبهم فهم يجتمعون على مصالحهم الدنيوية. والشيطان قد فرغ منهم، الشيطان قد فرغ منهم، أضلهم وكفرهم وأخرجهم عن اتباع الرسل، هو قد فرغ منهم، فلا يلقي بينهم شيئا من نزعة الاختلاف والتفرق، لأن مصلحة الشيطان في بقائهم واجتماعهم ضد المسلمين، فهم جنوده وأتباعه. أما المسلمون فهم أعداء الشيطان، فهو يحرص على أن يضلهم وأن يشتتهم وأن يفرقهم، ويستعين بأعوانه من شياطين الإنس ودعاة الضلال. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا من الابتلاء والامتحان من الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن الله قدره للابتلاء والامتحان، وبيان من يصبر ويثبت على الحق ممن ينحرف ويضل وينتكس. ولو ترك الناس بدون امتحان ما تميز الصادق من المنافق. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
ويعلم الصابرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فنحن لا نعلم الصادق من المنافق إلا بالابتلاءات والفتن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه حكمة الله جل وعلا. نعم. وهذا السائل يقول: كثير من الناس في مسألة الخلاف بين الإفراط والتفريط، بين أشخاص يقولون أن التقارب بين الرافضة والسنة أمر تحتمه المرحلة، وقد فعل الرافضة في المسلمين ما فعلوا ويفعلون ما يفعلون الآن، وبين آخرين يرون أن كل شيء فيه اختلاف يرون أنه يجب الابتعاد عنه، فما رأي فضيلتكم؟ الاختلاف على قسمين: اختلاف في العقيدة هذا لا يجوز البقاء عليه ولا التساهل معه، لأننا إذا اختلفنا في العقيدة تفرقنا وتقاتلنا. أما النوع الثاني فهو اختلاف في المسائل الفقهية التي تستنبط من الكتاب والسنة، هذا واقع ويكون بين أهل السنة أيضاً وبين العلماء. حصل بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في المسائل الفقهية، ولكن كما ذكرت لكم هذا يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتهادات المجتهدين يؤخذ منها ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل، ولا يعادى صاحبه ويضلل، وإنما يقال اجتهد فأخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كان من أهل العلم ومن أهل الفقه وبحث ولكنه لم يهتدي للصواب فخطأه مغفور، ولكن لا يجوز الأخذ بالخطأ. نعم. هذا يسأل عن قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. إلا من رحم ربك يعني لم يختلفوا، فالاختلاف عذاب والاتفاق والاجتماع على الحق رحمة. إلا من رحم ربك يعني فلم يختلفوا بل أخذوا طريق الحق واجتمعوا عليه، هذا هو الرحمة. نعم. وهذا يقول: اضطربت في هذه الآونة الأخيرة أفكار كثير من الشباب ودب فيهم الاختلاف والتحزب، وأصبحنا نسمع تصنيفات كثيرة مثل فلان إخواني وفلان تبليغي وفلان سروري وفلان جامي، وما هو الحق في هذه التصنيفات؟ وهل التصنيف ممنوع مطلقا وهو من الاختلاف؟ التصنيف الذي يقصد به التنفير وإلقاء الشحنة والعداوة هذا لا يجوز، أما التصنيف الذي يقصد به بيان المخطئ من المصيب ومن هو على المنهج الصحيح ممن هو ليس على منهج صحيح، يراد به رجوع المخطئ إلى الصواب، فهذا مطلوب، هذا مطلوب. الناس ليسوا على حد سواء، الناس منهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم الفاسق ومنهم العاصي ومنهم المؤمن، والمؤمنون منهم المؤمن الكامل الإيمان ومنهم المؤمن ناقص الإيمان، الناس ليسوا على درجة واحدة. وإذا كان القصد بيان الحق وبيان الخطأ من الصواب فهذا مطلوب، أما إذا كان القصد إلقاء العداوة بين شباب المسلمين وبين المسلمين فهذا أمر لا يجوز، وهذا من عمل الشيطان وأعوان الشيطان. نعم. وهذا يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الكتب التي فيها دم وعيب وتنقص لبعض أهل العلم الماضين والمعاصرين،
فما واجبنا نحو هذه الكتب؟ هل نتلقفها أو نحافظ عليها وننشرها؟ وهل يجوز لكبار أهل العلم الحث على نشرها وتوزيعها؟ بارك الله فيكم، أرجو إفادتي لأن هذا يتعلق بكثير من الشباب في أهل بلدي. يبدو الأخ من غير أهل البلد. نعم، وجد. أنا ذكرت لكم في أول الكلمة أن هناك دعاة إلى الضلال، فهم لما رأوا هذه الأمة مجتمعة على علمائها وأئمتها وقادتها أرادوا أن يفرقوا بين المسلمين، فصاروا يسبون الأئمة والعلماء ويشككون فيهم. تكلموا في الإمام أحمد، تكلموا في الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، تكلموا في أئمة المسلمين، بل تكلموا في الصحابة قبلهم، تكلموا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين المسلمين ويشككوهم في سلفهم، يشككوهم في سلفهم الصالح، ويقطعوا صلة الخلف بالسلف. هذه مهمتهم، قبحهم الله. فعلينا ألا نلتفت لدعاية هؤلاء، وكتبهم يجب أن تعرض على أهل العلم ليردوا عليها ويكشفوا زيفها وضلالها. ولا يجوز للإنسان الذي ليس عنده تمكن في العلم أن يقرأها أو أن يقتنيها. هذه مثل السموم، تعرض على الأطباء من أجل أن يعرفوا خطرها ويحذروا منها. كذلك هذه الكتب تعرض على العلماء ليعرفوا ما فيها من التضليل والشر من أجل أن يحذر منها. نعم. هذا يقول: نسمع في هذا الزمن عبر الصحف عن قضية استمطار السماء، وهو تلقيح السحاب عبر الطائرات، زعموا حتى لبسوا على ضعاف العقيدة ونسبوا نزول المطر إلى هذه الاختراعات، فصدقهم بعض السذج من الناس. فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم حفظكم الله؟ الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر متى شاء وفي أي مكان شاءه سبحانه وتعالى. فإنزال المطر هذا لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب، أم نحن المنزلون؟ الله جل وعلا أخبر أنه هو الذي ينزل المطر، وتحدى الناس فقال: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هل أحد يأتي ويكذب الله ويقول: لا، نحن أنزلناه من المزن؟ أبداً، لا يستطيع أحد هذا. وإنما هذه دعايات وتلبيسات على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الحديبية كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيح. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الحديبية صلاة الفجر على إثر سماء، يعني مطر كان من الليل. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي ينسب إنزال المطر إلى غير الله هذا كافر. ولا نصدق الكفار في هذا الأمر الواضح البين ونصدق دعاياتهم، هذا لا يجوز أبداً ولا يروج على مسلم. فكيف يروج على طلبة العلم وعلى هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاستسقاء بالأنوى، يعني نسبة المطر إلى النجوم، نسبة المطر إلى النجوم، وأن النجوم هي التي تنزل المطر
أو تتسبب في إنزاله جعله من أمر الجاهلية الاستسقاء بالأنواء. قال: أربع في أمتي من خصال الجاهلية لا يدعونهن، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم، فهذا أمر يجب تكذيبه وإنكاره وألا يروج بين المسلمين. نعم. وهذا يقول: ما صحة قول البعض نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذه يسمونها القاعدة الذهبية، أهل الأهواء يسمون القاعدة الكلام هذا القاعدة الذهبية، من أجل أن يبقى كل على رأيه ولا يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجع إلى ما اتفقنا عليه وما اختلفنا فيه، كل يبقى على ما هو عليه ويعذر بعضنا بعض. لا، هذا أمر لا يجوز، بل يجب أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وهذا يقول: كثر الخلاف فجر الخلاف إلى اختلاف، فإلى متى الخلاف؟ ما رأيكم وما هي الطريقة والحل لنهاء هذه الخلافات الموجودة على الساحة؟ هذا كما سبق في الكلام والإجابات أنه الخلاف واقع حاصل، لكنه لا يحسم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحسن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا أهل العلم وأهل البصيرة، فهم الذين يعرضون هذه الأقوال وهذه الاختلافات على الكتاب والسنة، فما وافقهما أقبل وما خالفهما فإنه يرد، ولا نبقى على اختلافنا أو نتراضى ونقول كل يبقى على رأيه وكل يبقى على مذهبه. لا، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز أبداً. نعم. هذا يقول: نقرأ في الصحف والمجلات والقصص لكتاب ينالون من الثوابت ويتجرؤون عليها، فما رأيكم؟ هذه هي التي تسبب خلافاً، إذ ينشطر من يقرأها إلى شطرين، منهم من يؤيد ومنهم من يعارض، وبالتالي تنشأ الخلافات، فهذه تذكي الخلافات بين الشباب. نعم، عندي السؤال. يقول: نقرأ في الصحف والمجلات والقصص لكتاب ينالون من الثوابت ويتجرؤون عليها، وهذه هي التي تذكي الخلاف بين الشباب، فمنهم المؤيد والمعارض حتى ينشأ الخلاف، فما رأيكم في القضاء على مثل هذا؟ الدين كله ثوابت ولله الحمد، ما يقسم الدين إلى ثوابت وغير ثوابت، الدين كله ثوابت، ولا نقبل التشكيك في شيء من ديننا، وهؤلاء الذين يشككون في ديننا أو في شيء منه لا يلتفت إليهم، لأنهم من جند الشيطان وأعوان الشيطان، فلا نلتفت إليهم أبداً، نحن واثقون من ديننا ولله الحمد ومن عقيدتنا ومن منهجنا، فلا نلتفت إلى من يريد أن يخرجنا عن هذه الطريقة السليمة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله لنا، وصانا أن نتبع الصراط المستقيم صراط الله، وأن هذا صراطي أضافه إلى نفسه، أن نتبعه وأن نترك السبل المتفرقة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله واضحة ولله الحمد، الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المهديين. نعم. وهذا يقول: كثر في الآونة الأخيرة وضع الأقمشة السوداء على السيارات الكبيرة من قبل بعض العمالة، وهم بزعمهم أنها ترفع العين، هل هذا خلل في العقيدة؟ نعم، الذي يعلق المعلقات من الخرق أو غيرها أو الكتابات ليتقي بها العين،
هذه العزائم المنهي عنها والرقى المنهي عنها. وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى أو بيان، صدر من اللجنة الدائمة بيان تحذير منها وعمم على المسؤولين وعلى من لهم سلطة ليمنعوا هذه السيارات، على الهيئات وعلى وزارة الداخلية وعلى يمنعوا هذه. فمن رأى منكم شيئا من هذا فليبلغ، ليبلغ الشرطة لأن عندهم تعليمات، أو يبلغ الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لأن عندهم تعليمات نحو هذه الأمور. نعم. هذا يقول: هل يجوز أن أبغض مسلما بناء على ما أسمع عن سوء معتقده دون أن أناقشه وأناصحه في ذلك؟ سوء المعتقد هذا لا يحب صاحبه، هذا لا يحب، بل يجب بغضه. ولكن إن كان جاهلا ولم يتبين له، وأنت عندك علم ومعرفة، فإنك تبين له، تبين له ولا تستعجل في شأنه حتى تبين له. فإن أصر على ما هو عليه بعد البيان فإنك تبغضه وتعاديه ما دام في العقيدة، ما دام سوء معتقد. نعم. وهذا سائل أصر على أن أقرأ سؤاله، يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله يا شيخ، لما تقوم به من المنافحة عن الإسلام؟ السؤال: إذا كنت أكره أخي لي مسلم بسبب مشاكل بيني وبينه أو أسباب أخرى، فهل يجوز لي الفرح عندما تصيبه مصيبة؟ لا يجوز هذا، ما دام أنه أخوك المسلم فإنك لا تفرح بمصيبته. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه علامة الإيمان، أنك تفرح لفرح أخيك المسلم وتحزن لحزنه وتتألم لألمه، هذه علامة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك تحب لنفسك الخير تكره له الشر والضرر، فإنك تعمل هذا مع أخيك، تحب له الخير وتكره له الضرر. وما كان بينك وبينه من سوء تفاهم عليك بالإصلاح، عليك بالتصالح معه والتسامح معه، ولا تبقى متشاحناً معه، لأنه جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين والخميس، فيغفر لمن شاء من أصحاب الذنوب إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. فإن الله جل وعلا يقول: أخر هذين حتى يصطلحا. نعم. وهذا يقول: الرقية أثرها عظيم وخطرها عظيم أيضا، قرأت في أحد المجلات عن أحد الرقاة عندما سئل عن القراءة على المريض عبر سماعة التليفون قال: وما الذي يمنع من ذلك، ويستغرب من الذين يمنعون هذا، فما رأيكم؟ رأينا أن هذا خطأ، والرقية ليست بالتلفون ولا بالفضائيات، الرقية على المريض مباشرة بأن يقرأ من كتاب الله ومن الأدعية الشرعية وينفث على المريض، ينفث على المريض. هذه هي الرقية الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه مباشرة. أما الرقية من بعيد فهذا أمر محدث ليس هو من الرقية، والذين يستعملونه يريدون جمع الأموال فقط، يريدون أن يجمعوا مالاً كثيراً من الناس حتى يسلبوا أموالهم. وكذلك الرقية في الميكروفون، لأن بعض الرقاة يجتمع عنده عدد كبير يأخذ الميكروفون ويقرأ بزعمه أن هذا يكفي عن كل واحد، رقية جماعية، هذا محدث ولا أصل له.
والدافع له هو الطمع، يريد أن يأخذ من أموال هؤلاء ولا يقدر أنه يقرأ على كل واحد يشق عليه ذلك، فهو يريد أسهل الطرق لجمع المال. نسأل الله العافية. نعم. ومدام أن الموضوع موضوع الرقية، يقول: كثير من الرقاة تكشف لهم النساء عن وجوههن وغير ذلك، وبعضهم يضع يده على موضع الإصابة من المرأة، وإذا أنكر عليه قال هذا أمر لا بد منه، وبعضهم يخلو بالنساء، فما توجيهكم؟ كل هذا حرام، لا كشف المرأة للراقي ولا وضع يده عليها، كل هذا حرام ولا يجوز، وقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة في منع هذا، في منع وضع يده عليها وكشف وجهها له، كل هذا أمر لا يجوز. وما الحكمة في كشف الوجه ووضع اليد عليها؟ الرقية هي النفث، ينفث عليها وهي محجبة وهو قريب منها بدون أنه تكشف وجهها أو دون أنه يضع يده عليها. والخلوة أشد، إذا خلا بها فالأمر أشد، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لا تجوز الخلوة مع المرأة التي لا تحل له أو ليست من محارمه. نعم. بحجة أنها رقية. نعم. وهذا يقول: ما رأيكم بالرد على المخالف؟ هل هو مشروع دائما؟ حيث نرى أن بعض الردود تسبب الفرقة والاختلاف. الرد لا بد أن يكون من عالم، والعالم يعرف كيف يرد، ويرد الرد الذي لا يسبب فرقة واختلافا، لا يسبب. إذا كان الذي يرد من أهل العلم فإنه يرد ردا لا يسبب فرقة واختلافا، لا يكون فيه تجريح، تشويه، تشفي، لا يكون فيه أسلوب منفر. أولا الرد لا بد أن يكون من عالم متمكن، يعرف كيف يرد. ثانيا الرد إذا كان بحق وبيان للخطأ فلا يجزع منه ولا يسخط منه أحد، يفرح المؤمن إذا بين له الحق ولا ينتصر لرأيه أو يعتبر أن الذي رد عليه أنه عدو له، بل هو ناصح له، الذي رد عليه ناصح له وناصح للأمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالذي لا يرد بالحق والبيان الصحيح ليس ناصحا لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين وعامتهم. إذا ترك الخطأ ولم يرد عليه وسرى هذا الخطأ في الناس، هذا يكون غير ناصح. نعم. وهذا يقول: بعد وفاة عبد الله القصيمي كثر الحديث عنه في الصحف والدعوة إلى نشر كتبه وأفكاره، بينما قرأنا ردوداً لبعض الأخوة ومنهم عبد الله بن إدريس أنه اجتمع به في لبنان فقال: ما آخر ما كنت عليه؟ قال: آخر ما أكون عليه أني لا أؤمن بوجود الله عز وجل. فقال: هذا فراق بيني وبينك، فهل يجوز الكتابة عنه أو نشر كتبه أو الدعوة إليها، أم التحذير منها هو المطلوب؟ نعم، ما دام أنه نشرت كتبه وصار له ناس يمدحونه فلا بد من بيان حاله، ولا بد من الرد عليه وعلى كتبه والتحذير منها، لأن هذا كما ذكرنا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والرجل مات ولا عرف أنه تاب، وكتبه موجودة ولم يتراجع عنها، وفيها الإلحاد والكفر، لم يتراجع عنها. نعم. وهذا يقول: ما هي نصيحتكم لأناس رجعوا إلى العلماء في مسائل اختلفوا فيها وقد أفتوهم فيها بالرأي السديد ولم يعملوا بتلك الفتاوى بل اتبعوا أهواءهم؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ما دام بين لهم ولم يستجيبوا فتنطبق عليهم هذه الآية الكريمة: فإن لم يستجيبوا لك
فاعلم أنما يتبعون أهواء. والعلماء مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستجب لهم فإنه لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ممن اتبع هواه وأضله الله والعياذ بالله على علم. نعم. هذا يقول: في البلاد من حولنا من قريب أو بعيد يعيشون حروباً طاحنة واختلافات وغيرها، ونحن ولله الحمد ننعم بأمن ورخاء ورغد عيش، أليس الواجب شكر الله عز وجل على هذه النعم؟ ولكن للأسف الشديد هناك دعاة على أبواب جهنم، بعضهم يريدون الاختلاط، وبعضهم يريدون قيادة المرأة للسيارة، وبعضهم يريدون توظيف المرأة، والجميع يعلم أن هذا سبب من أسباب العقوبة إن سكت على هؤلاء. نعم، الواجب علينا شكر الله عز وجل على نعمة الأمن والإيمان بينما يتخطف الناس من حولنا، فيجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة. والشكر لا يكون باللسان فقط، الشكر يكون باللسان ويكون بالاعتراف بالقلب بالنعمة ونسبتها إلى الله جل وعلا، ويكون بالعمل، بالعمل الصالح، هذا هو الشكر لله عز وجل. وهؤلاء الذين ذكر السائل أنهم يقولون أقوالاً شنيعة في مجتمعنا ويصدر منهم آراء قبيحة، هذا ليس بغريب، هذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون شأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله عنهم من المقالات الشنيعة وهم يعيشون بين المسلمين، ليس هذا بغريب. المنافقون موجودون في كل زمان، ولكن الله جل وعلا يخذلهم وهو لهم بالمرصاد. نعم. وهذا يقول: كثر الاختلاف وظهرت الفرق، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. يقول: ما السبيل إلى معرفة طرقهم ومذاهبهم للرد عليهم؟ نريد مراجع نستفيد منها في المذاهب المعاصرة. هذا واقع، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم محذراً مخبراً خبراً معناه التحذير، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية، من بقيت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال الله جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. هذا سبيل النجاة، ولهذا تسمى هذه الفرقة بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فعليك بأمرين: الأمر الأول أن تعرف منهج الفرقة الناجية، تعرف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح من أجل أن تتبعه وتأخذ به. ثانياً تعرف ما عليه الفرق الضالة حتى تجتنبه، وهذا يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى دراسة. فعليك بالعلم، تعلم العلم، لا نجاة من هذه الضلالات إلا بتوفيق الله جل وعلا ثم بالعلم النافع المفيد. والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على أهل العلم وعلى أهل البصيرة. فهذا مما يؤكد علينا جميعاً أن نحرص على طلب العلم على أهل العلم ما داموا موجودين بين أظهرنا
نحرص على التلقي عنهم والأخذ عنهم حتى نكون مع هذه الفرقة الناجية. نعم. وهذا تعقيب من أحد الإخوة يقول: كثير من الذين يرقون ومن الذين يفسرون الأحلام تتصل عليهم المرأة وتشكو لهم وتكلمهم بحجة أنه مصلح، فهل يجوز هذا؟ وهل يلزم أن يكون الراقي والمعبر على جانب من العلم؟ وقد توسع كثير ممن يفسرون الرؤى في الرؤيا وتفسيرها والسؤال عن خفايا خصوصا من النساء، فما رأيكم في هذا العمل؟ أما سؤال المرأة، سؤال المرأة للرجل العالم من غير فتنة ومن غير، لا بأس بذلك، تسأل المرأة العالم سواء بالتلفون أو بمباشرة مشافهة. كانت النساء تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبها، إلا إذا كان في صوتها فتنة أو فيه خضوع بالقول فإن هذا لا يجوز. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. أما سؤال عن الرؤيا أو عن الرقية فهذا لا سبيل غير صحيح. السؤال عن الرؤيا السؤال عن الرؤيا بالفضائيات أو بالإذاعة لكل أحد من هب ودب، لا يسأل عن الرؤيا إلا من هو حاذق ومعروف بالحذق في تفسير الرؤى ويكون ثقة في عقيدته وفي دينه فيسأل. ولا ينبغي أن تشاع الرؤيا في الصحف والمجلات وفي الإذاعات وفي الفضائيات بهذا الشكل، لأن هذا يفتح على الناس باب شر ويحدث عندهم تشكيكات. كل من رأى شيئا في منامه ولو كان من أضغاث الأحلام ولو كان من الشيطان ذهب يسأل. لا، سؤال الرؤيا إنما يكون خاصا عند المختصين بدون إشاعة وإظهار في وسائل الإعلام، سؤال خاص لمن عرف بذلك ومن أهل الثقة في دينه وعقيدته. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من رأى رؤيا إن كان يكرهها فإنه يكتمها ولا يفسرها ولا يسأل عنها، ويغير جنبه الذي هو نائم عليه إلى الجنب الآخر، ويستعيذ بالله من الشيطان 3 مرات وينفث عن يساره 3 مرات ولا تضره ولا يحتاج يسأل عنها. أما إذا كانت رؤيا خير وسرور فيخبر عنها ويسأل عنها، لأنها بشارة، هي بشارة له فيسأل عنها. فينبغي أن يسلك هذا مع مسألة الرؤيا. وبقية السؤال، يسأل عن استفسارات بعض من يفسرون الرؤى وكذلك أيضا من يجزمون بأنه سيحصل كذا. لا، الرؤيا، تفسير الرؤيا ليس على سبيل الجزم وإنما هو توقع. إذا قال الذي يفسر الرؤيا أنه سيقع بأكيد هو كذاب. لا، اللي يفسر الرؤيا إنما يتوقع توقعا فقط، قد يصيب وقد يخطي. نعم. تعقيبا على هذا أو إيضاحا، أحد الرقاة سئل في محاضرة من المحاضرات عن رؤيا ففسرها بأن المسجد الأقصى سيحرر عام 2000 ميلادي، ويقول الآن عام 2007 وما رأينا هذه الرؤيا وقعت، ونسأل الله عز وجل أن يحرر عن قريب. هذا دليل على كذب هذا الذي فسر هذه الرؤيا، دليل على خطأه. ما نقول كذب، نقول أخطأ، إلا إن كان له هدف فهو كذاب، أما إن كان إنه مجتهد نقول أخطأ في تفسيره. وقلنا أن تفسير الرؤيا ليس قطعياً ولا يقينياً وإنما هو توقع، قد يحصل وقد لا يحصل، إلا إذا كان عن طريق الوحي مثل رؤيا يوسف عليه السلام ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا، وحي،
أما رؤيا غيرهم فليست وحيا. نعم. لكن هل الرؤيا فضيلة الشيخ علم يدرس؟ لا، هي فراسة، هي فراسة تكون عند بعض الناس وليست علما يدرس. نعم. وهذا يقول تعقيبا على السؤال الذي ذكر فيه السائل بعض الناس الذين لم يأخذوا بفتاوى العلماء، أقول ما رأيكم ببعض الشباب الذين إذا عرضت عليهم هذه الفتاوى قالوا يوجد علماء غير هؤلاء خالفوا هذه الفتاوى فضاعت العوام بين هؤلاء وهؤلاء. وسؤال آخر يقول ما رأيك في من يسمع هذا الاختلاف فيقول كل يوم لكم دين؟ هذا أشرنا إليه في الكلام وفي الإجابات السابقة أن الخلاف موجود، ولكن الواجب أن نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يقول قائل إن هذا له مخالف وهناك رأي آخر ورأي والرأي الآخر، هذا ضلال، هذا ضلال وتضليل والعياذ بالله. الواجب أننا نأخذ ما صح بالدليل من أقوال أهل العلم، هذا هو الواجب على كل مسلم. أما أنه يختار من الأقوال ما يوافق هواه فهذا هو الضلال. نعم. هذا يقول من الخلاف الذي جر اختلافاً الوعظ في المقابر، وبالتالي إذا وعظ إنسان وكرر الوعظ ربما للجنازة الواحدة أكثر من مرة أو للجنائز أكثر من مرة، بعض الناس يقول أن هذا ليس من السنة في شيء، وبعضهم يقول هذه هي السنة، فمن مؤيد ومعارض حتى حصل الاختلاف في ذلك المكان الذي على المسلم أن يستحضر ما هو جاء إليه. لا نعلم للوعظ في المقابر إلا حديثاً واحداً حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا بالجنازة فوجدوا القبر لم يهيأ ولم يتكامل إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس صحابته حوله كأنما على رؤوسهم الطير، يعني متأدبين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا المجلس فوعظهم حتى يفرغ القبر من الإعداد. فإذا حصل مثل هذه الواقعة، جاءوا ولم يهيأ القبر وفيه بقية عمل، فلا مانع من طالب العلم يذكر الحاضرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخذ هذا دائماً وأبداً وسنة مستمرة فلا نعلم لهذا أصلاً. نعم. وهذا يقول كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان شهراً كاملاً لتعذيبهم المسلمين، فهل يجوز لنا أن ندعو على الرافضة في العراق لتعذيبهم لإخواننا المسلمين تعذيباً لا يكاد يطاق ولا السماع به، حيث إنهم يقومون بقلع الأعين والتمثيل بالأجساد وغير ذلك، وهل يجوز لنا أن نقول أن هؤلاء مسلمين؟ الدعاء على الظالم من رافضة وغيرهم، الدعاء على الظالم والمعتدي أمر مطلوب، وطلب النصر من الله للمستضعفين من المسلمين هذا أمر مطلوب وهذا مشروع بلا شك. فعليكم بكثرة الدعاء على الظلمة ومن تعلمون أنه ظالم من الرافضة وغيرهم، من تعلمون أنه وقع منه الظلم فعليكم بالدعاء عليه حتى ولو كان من المسلمين، ولو كان من أهل السنة، الظالم يدعى عليه، فعليكم بالاجتهاد بالدعاء للمسلمين عموماً في العراق وفي غيره، والدعاء على الأعداء وعلى الظلمة وعلى الكفار عموماً هذا أمر مطلوب. نعم. وآخر يسأل عن القنوت في مثل هذا الزمن لهذه الأحداث. القنوت موكول إلى ولي الأمر وإلى أهل الفتوى، فإذا صدر من أهل الفتوى أمراً بالقنوت وعممه ولي الأمر إنه يعمل به، لأنه لا
لا يجعل في الصلاة إلا شيئاً له مبرر. أما الدعاء خارج الصلاة فليس ممنوعاً، تدعو في وترك، في صلاة الليل، في تدعو. وأما صلاة الفريضة هذا يحتاج إلى فتوى، لأنه لا يجعل فيها شيء إلا عن فتوى من أهل العلم، والذين يقدرون الأحوال ويشوهون الأحوال التي تستحق القنوت والتي لا تستحق القنوت. نعم. وهذا يسأل عما يجري للمسلمين على أيدي أعدائهم من الكافرين، يقول: وكثير من المسلمين لديهم عمال كفرة، فما العمل حينئذ؟ هل يرسلونهم إلى أهليهم أم يتركونهم تحت كفالتهم والكفار يعملون في المسلمين ما يعملون؟ أولاً، جلب الكفار إلى بلاد المسلمين أمر لا يجوز، لا للعمالة ولا لغيرها، إلا في أحوال خاصة، كأن يحتاجهم في الأمر لبعض الأمور، أو يأتون برسائل أو سفارة، فإلا فالأصل أن الكفار لا يبقون في بلاد المسلمين، لا عمال ولا غير عمال. أما ما سأل عنه السائل إن الكفار لما تطاولوا على المسلمين إننا نظلم العمال من الكفرة، لا يجوز الظلم، وما ذنب هؤلاء العمال ولو كانوا كفرة؟ لا يجوز ظلم، الظلم لا يجوز لا للكافر ولا لغيره، الظلم لا يجوز لا للكافر ولا لغيره، لا لعامل ولا لغير عامل، لا بد من العدل. نعم. وهذا يقول: كثير من أعداء الإسلام يلصقون بالمسلمين التهم بأنهم هم أهل الإرهاب ومنبعه، فلماذا يتضاعف كثير من المسلمين أن يصف أعداء الإسلام بالإرهاب؟ هل يوصف هؤلاء بالإرهاب أم ماذا؟ ما يكفي وصفهم بالإرهاب، يوصفون بأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. من يتولهم منكم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فيجب عداوتهم وبغضهم لله عز وجل، هذا هو الذي أمرنا الله جل وعلا به. نعم. وهذا يقول: القتال القائم بين الكفرة وأهل السنة في العراق وفلسطين وأفغانستان، هل هو جهاد في سبيل الله؟ وما هي ضوابط الجهاد الآن؟ البلاد المعتدى عليها تدفع عن نفسها، إذا اعتدي على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد وجوباً عينياً كل من يستطيع أن يجاهد لدفع هذا العدو، لدفع هذا العدو الصائل، هذا واجب وجوب عيني. والبقية يساعدونهم بالدعاء أو بالأموال إذا كان هناك أمر من ولي الأمر بإرسال الأموال إليهم، فترسل لهم الأموال. والدعاء لا يمنع منها أبداً، تدعو الله لهؤلاء في أي مكان من المسلمين، في أي مكان تدعو الله لهم بالنصر والتأييد، وأن يخذل الله عدوهم والمعتدي عليهم. نعم. ضوابط الجهاد؟ الجهاد له ضوابط. أول شيء، الجهاد إنما يكون لإعلاء كلمة الله، لا يكون للهوى أو للدنيا أو لإبراز الشجاعة، كل هذا ليس من الجهاد، إنما يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا سماه الله الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله، هذا هو أول الضوابط. ثانياً، أن يكون تحت قيادة إسلامية، تحت ولي الأمر، ولي الأمر العام أو من ينيبه ولي الأمر من القواد يقودون الجيوش والسرايا بأمر ولي الأمر من المسلمين، هذا من الضوابط، هذا من الضوابط، لأن الذي كان يتولى تنظيم
الجيوش والسرايا ويقودها أحياناً أو يؤمر عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كل واحد يشيل سلاحه ويروح يقول أبقاتل بدون أن يكون تحت راية ولي أمر المسلمين. هذا من الضوابط العظيمة لأمر الجهاد. ثالثاً أن لا يكون بيننا وبينهم عهد وصلح، لأن هذا من الخيانة في العهود، فلا يكون بيننا وبينهم عهد وميثاق أو صلح حتى ينتهي ذلك العهد وهذا الصلح. وهذه أمور ترجع إلى قيادة المسلمين، هم الذين يتولون عقد الصلح والهدنة والأمان، ويتولون أيضاً إلغاء الصلح والعهد إذا اقتضى الأمر. هذا من جانب الكفار تسببوا في إلغاء العهد بينهم وبين المسلمين، فهذه أمور ترجع إلى ولاة الأمور. الجهاد ليس فوضى، كل من أراد يجاهد وكل من أراد يجمع ناس ويروح، لا، الجهاد له ضوابط. وحتى أيضاً لابد من إذن الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فإذا كان والداك يحتاجان إليك فطاعتهما مقدمة. نعم. وهذا يقول: ما رأيكم بالقتال الدائري في فلسطين الآن بين الجماعات في ذلك البلد؟ هل يعتبر هذا من الفتنة؟ القتال قد يقع بين المسلمين من باب الفتنة، فهو قتال فتنة، ولذلك المسلمون الآن يحاصرون هذا ويحاولون الإصلاح بين هذه الطوائف، لعل الله أن يصلح بينهم. نعم. وهذا الشخص يقول: أنا مسرف على نفسي بالمعاصي، وأحب أن يكفر الله عز وجل عني تلك المعاصي، وأرغب الذهاب إلى الجهاد في العراق، لكني سألت فوجدت أنه ليس هناك راية، وقيل لي اذهب، وقال بعضهم لا تذهب لأن الذي يذهب هناك إنما يجعل أدوات تفخيخ وتفجير، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ الحمد لله، ما دام تبين لك وسألت، هذا من محاسن عملك أنك سألت قبل تروح فأخبرت عن الواقع. وتكفير السيئات ليس مقصوراً على الجهاد، يصير تكفير السيئات بالتوبة الصادقة بينك وبين الله، بالاستغفار، بقيام الليل والدعاء وكثرة الدعاء، وهذا متيسر ولله الحمد، تيسر لك، فلا حاجة إلى أنك تغامر بنفسك تذهب في سبيل مجهول ولا تدري ما طريقه، والطريق بينك وبين الله واضح ومهيأ للطاعة والعبادة والاستغفار والدعاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم فيما نسب إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أن اختلاف العلماء نقمة، وضع ما فوقها نقطتين، وما الفرق بين الاختلاف والتفرق والائتلاف والاجتماع جزاكم الله خيرا؟ والله أنا ما رأيت كلام الشيخ في هذا، ولكن الاختلاف الذي هو الاختلاف في العقيدة ما في شك أنه نقمة، والاختلاف اللي يسبب القتال بين المسلمين أنه نقمة، ما في شك هذا. الاجتماع رحمة، والاختلاف لا شك أنه عذاب، والفرقة عذاب. نعم. يقول: بل فرق بين الاختلاف والتفرق والائتلاف والاجتماع؟ الائتلاف والاجتماع شيء واحد، والتفرق والاختلاف أيضاً شيء واحد، إلا أن الاختلاف قد يكون منه شيء سائغ، وهو الاجتهاد، وهو الاختلاف في مسائل الفقه، في مسائل الفقه والاستنباط. نعم. وهذا يقول: إنه حاصل على الشهادة الثانوية والمتوسطة بالغش، وحالياً هو موظف حكومي بالمرتبة ورسمي، وطبيعة عمله كاتب، فهل راتبه الشهري حرام أم لا؟ أفتونا مأجورين. والله هذا كثير ما يسأل عنه، مصيبة جدا، الغش لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. المسلم يلتزم الصدق
في كل شؤونه، لكن ما دام قد حصل هذا ذنب وقع عليك بالتوبة والاستغفار مما حصل، ولا تعود لمثله من الغش، وعليك أن تقوم بالعمل الوظيفي على الوجه المطلوب. فإذا أديت العمل الوظيفي على الوجه المطلوب فراتبك حلال، لأن الراتب في مقابل العمل، فإذا أديت العمل على الوجه التام فهو حلال. نعم إن شاء الله. نعم. وهذا السائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة بين بعض الشباب إطالة شعر الرأس، فهل هذا من السنة في شيء؟ إطالة شعر الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان له لمة، وكان يغذي شعر رأسه ويحلقه في الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغرض الإنسان الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فنرجو له الخير في هذا. أما إذا كان إنه على طريق الموضة، على طريق الموضة واتباع الموضة المعاصرة، وليس قصده الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. نعم. وهذا يقول: أنا شاب أجد في نفسي الرغبة لطلب العلم والجلوس عند أهل الذكر، وأعرف فضل ذلك وأهميته، وأن الخسارة في التوجه إلى غيرهم، إلا أنني يعتريني ما يعتري كثير من غيري من حب الدنيا واتباع الشهوات واللهث خلف النفس الأمارة بالسوء وغير ذلك، ما الخلاص من هذه الآفات؟ خلاص بالعزم والتوكل على الله، وتعويد النفس وترويضها على طلب العلم، ثم بعد ذلك تنقاد إن شاء الله. عليك ألا تستسلم لنفسك وهواك، وإنما تحاول التغلب على نفسك، وتعزم وتحضر الدروس، وستجد إن شاء الله السهولة في ذلك، ويذهب عنك هذه المشقة. نعم. وهذا يقول: بعد أيام سيحل على الكفار ما يسمى بعيد الحب، وبعض شباب المسلمين وفتياتهم يلبسون الأحمر في ذلك اليوم، فهل هذا خلل في العقيدة؟ نعم، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يجوز موافقتهم في أعيادهم والتزيي بزيهم في العيد، هذا الأمر لا يجوز، لأن هذا من تشجيع الكفار، ومن إحداث شيء من العبادة المبتدعة، لأن هذا ابتدعوه، عيد الحب، عيد كذا، عيد المولد، عيد هذه أعياد ابتدعوها، ما أنزل الله بها من سلطان، نحن لا نتشبه بهم ولا نوافقهم أبدا. نعم. وهذا يقول: إذا قال طبيب مسلم ثقة بعد عملية جراحية للعين يمكنك السجود بعد 10 أيام مثلا، واستمر هذا المريض أكثر من ذلك خوفا منه على عينه، فهل يسوغ له ذلك؟ أكثر لا، أكثر يراجع الطبيب، يراجع الطبيب، فإذا أذن له وقال ما عليك خطر في سجودك يسجد، يراجع الطبيب، ولا يستمر يزيد على 10 بدون مراجعة الطبيب. نعم. وهذا يقول: رجل لبس الجوربين ثم انتهت مدة المسح واستمر في المسح ناسياً وصلى عدداً من الصلوات، فهل صلاته صحيحة؟ لا، ليست صحيحة، لأن بغير وضوء، عليه أن يعيد الصلوات الخارجة عن مدة المسح. نعم. وهذا يسأل عن حكم الصلاة المنفرد خلف الصف. لا تصح ولا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلاً يصلي فذاً خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. وهذا يقول: إذا رأيت أن ردي سوف يغضب شخصاً ما ويزعله، فهل من المصلحة أن أترك الرد عليه ولو كان الرد على حق؟ إذا كان الرد بحق فلا يجوز لك أن تتركه، واللي يزعل من الرد الحق هذا لا خير فيه، فأنت لا تراعي رضاه وغضبه، وإنما تراعي حق الله سبحانه وتعالى،
عليك أن تبين الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، فإن كان فيه خير فسيفرح بهذا، أما إن كان ما فيه خير فليس له اعتبار. نعم. وهذا يسأل: هل تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ فيها خلاف، هذه فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فمن فعلها لا ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه، لأن كلا له دليل، الأدلة في هذا بينها تعارض، بعضهم أخذ بأدلة الشرعية وبعضهم أخذ بأدلة النهي، وكل من أخذ بدليل لا ينكر عليه. نعم. والسؤال الأخير يقول: هل يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة؟ نعم، تحرير رقبة مؤمنة، هذا في كفارة القتل يقاس عليها بقية الرقاب، كفارة اليمين، نعم، كفارة الظهار تقاس على كفارة قتل الخطأ، نعم، يشترط فيها الإيمان. نعم. يقول: ما هي السنن التي تفعل في السفر؟ رأيت من يصلي الراتبة ورأيت من ينكر عليه. الرواتب لا تصلى، إذا قصرت الصلاة فلا تصلى الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر، أما غيرها فإنها تترك، لكن يبقى قيام الليل في السفر، ويبقى الوتر، ويبقى صلاة الضحى، للإنسان أنه يتطوع في السفر.